المكتبة الوطنية، أرشيف الصحافة، الأرشيف الوطني، معهد الحركة الوطنية، مؤسسة التميمي، كل الرابطة، الـ OMCT، المساجين، معناتها كل من عنده تقارير، عنده كتب، عنده أي خدمة على المسائل هذه خارج اللي جانا للهيئة، احنا نلموا فيه وناخذوا فيه باش نعرفوا شنو اللي تكتب وشنو اللي تقال وشنو اللي تصرح به. هذا نسميوها احنا المصادر والمراجع الخارجية. توا بالنسبة لك السماعات اللي تصير لنا، احنا ناخذوها قلت لك ما تلك لي، بعدين عنا احنا أرشيفات توصلنا لهم، هذيك نعملوا نوع من المطابقه بين صعبينات كلامهم مع بعض، كونفرونتاسيون يعني. صحيت بالضبط. راهو ساعات نبداو خدمنا ملف وبعد جمعه ولا جمعتين يجينا حد يا ما يكونفيرمينا ولا ينفينا اللي ورد في الكلام هذاك. فما راهو صدقني فما حوايج احنا فما اوراق جابوهم لنا ناس صدقني بخط بن علي مثلا، نحكي لك عندي تاخذ اكزومبل. انا ساعات نبدا فما اللي معانا سمعت انا وياهم تلقاه خارج يجري بعد سماع اخر، يا مدام تذكرك السيد اللي قاعد راهو معايا شكون راني ما هو راهو هذايا قالك، معناتها راوك المطابقات والكونفرونتاسيون اللي تصير مع اللي يوصل لنا مع الارشيف اللي يوصل لنا مع راهو جابوا لنا وثائق صدقني، معناتها كما تحكي مثلا اليوسفين مانيش واحنا رانا ما نسمعوش توا مثلا احنا اللي نسمعوا له نقولوا له شكون اللي مثلا عندك شهود معاك ولا شكون تتهم وناخذوهم ناخذوا لي كوردوني نتاعهم. فما حتى اللي طلبنا من وزاره الداخليه باش تعطينا لي كوردوني نتاعهم خاطر ما عندناش، فما اللي مشينا لهم تنقلنا لهم وسمعناهم، فما اللي مازلنا ما دعيناهمش باش نسمعوا، يعني احنا نسمعوا الناس الكل. وبعدين احنا راهو معانا قضاة ومعانا محامين وناس مختصين في القانون وكل شيء، معناتها صحيح انه معانا دي سوسيولوج قاعدين خاطر احنا خدمتنا فيها التحليل السياسي والايديولوجي والاقتصادي والاجتماعي وفيها التحليل القانوني. هو معناتها انه انسان يكون هو قام بانتهاكات ولا قام بجرائم مش يعني انه احنا يلزمنا نعذبوه ولا نعدموه والا معناتها انه انا نقول راهو هذا تعرض للانتهاك ما نمفيش عليه انه هو ارتكب انتهاك، فهمتني؟ كما قلت اللي هز السلاح ضد الدوله هو هذه جريمه قام به، انه هو في الاثناء تعرض لكذا وكذا وكذا وانه ما كانتش محاكمته محاكمه عادله، ما ممكنش من معناتها وسائل الدفاع تعرض للتعذيب تقلعت ضوافر فروتات، معناتها هذاك حاجه اخرى. راهو هذيا احنا انه نقولوا راه واحد تعرض للانتهاك ما ننفيوش عليه انه هو ارتكب جريمه ولا هو ارتكب انتهاك، كل حاجه في بقعته. بل اكثر من ذلك، انا مثلا في مره في جلسه استماع شخص يحكي لي وراني كنت نكتب في التقارير في الناشطين السياسيين ونهز، انا في هكا في لحظه تصورت انه الشخص هذا هو من مرتكب الانتهاكات وجاي معناتها يعترف وطالب الصلح. في هكا وهو يواصل يحكي لي قال لي حتى نهار جاوني قالوا لي صحح على التقرير هذايا، قال لي في غزارتنا القاموا اللي مش نصح عليه التقرير باش يمشي للفينغا، قال يعني الشخص هذا وما عملش اي، قال لي انا ما ريتش هذا وممكن ينجم يموت يقتلوه. قال قلت لهم ليه انا ما ريتش اللي تحكيوا عليه هذا ما ريتش، قالوا له كمان صحح. ليه ما نصحهاش؟ في صح ما نصحهاش ما صحه. إبا هو ولا تعرض لك الكان باش يتعرض له السيد الاخر. معناتها راهو قلت لك انك الشخص قام بانتهاكات احنا ما نبريوش، لكن نقولوا راهو زاد تعرض لانتهاكات. اما لا نبرئه متى قام بانتهاكات.